خلايا الكاتيوشا تطل ثانية وتقصف قاعدة بلد جوية بأربعة صواريخ سقطت بالقرب من طائرات F-16 العراقية والمستخدمة في قتال تنظيم داعش الإرهابي وفق إفادة لخلية الإعلام الأمني. الهجوم الذي يأتي بعد أيام من القصف الإيراني لأربيل انطلق من جهة الخالص في ديالا واستهدف أماكن مفتوحة في القاعدة الجوية من دون أن يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وتعرضت قاعدة بلد لهجمات متكررة في الأشهر الماضية تسبب إحداها العام الماضي في إصابة متعاقد عراقي يعمل مع شركة أمريكية مكلفة بصيانة طائرات F-16 التي حصل عليها العراق من الولايات المتحدة. مصادر أمنية أفادت ليو تي في بأن قاعدة بلد تعرضت إلى 9 هجمات في 3 سنوات أعنفها كان مطلع 2020 وأسفر حينها عن إصابة 4 أفراد من القوات الجوية العراقية. المصادر ذكرت أن طيران الجيش يدير من القاعدة عمليات الدعم الجوي وتتبع جيوب وخلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شمالية وغربية البلاد. وبحسب المصادر فإن المجاميع المسلحة تتذرع بوجود عناصر أمريكية داخل القاعدة رغم تأكيدات حكومية بأن من يديرها ضباط عراقيون. ويربط السياسيون التطورات الأمنية بالمشهد السياسي متوقعين مزيدا من التصعيد الصاروخي في المرحلة المقبلة مع تعقد مفاوضات الكتلة الأكبر، إذ لا يستبعد مقربون من التحالف الثلاثي أن تكون القذائف والمتفجرات حاضرة في قادم الأيام، وخصوصا أنها دخلت ضمن وسائل الضغط ضد أركان الأغلبية في بغداد والأنبار وكركوك فضلا عن أربيل.